عصرنا الأمران ومعتم قرية مدوسيم أزوف مرون غارت مراجع إذا جاء ثم أنا بدل دور زي الولاية الفقيث لا ديريكسون دولا جونس إذا سبور دولا ولاية بجوا أنا مرفوج من التم قرية أوهر أخطاش تخمم يوكين أدكون يوكين أدسبد إصلاح مرون أرغب هنون أدل دي ثموثمة أرزك إن شاء الله بخصوص دقيق ذي الولايه الفقيس خاطر شي مره ودفك على حساب 419 اسلغمين ذاك مشكلة تدي قران ولكن سي بوكو الله يبارك 419 انترينور فورماتور سا في ان تري غران بليزير دافوار ان تو باري اي ان غران توماج الى ديريكسيون دو لا جونيس اي دي سبور دو لا ولايه الفقيس اكرمان الى كان اتيري في المنداز انت غير تاكي غوكو وانا دي لان يو سمكتيا ويك بدان كواس 2015 كوكور ماكو ويك كفان اسن 11 فيفريا 2017 اساكي هي اسن ارتاج ميتي يسلا غماينا كيا يوكن اسن في كافود الله يبارك سيدي جون الله يبارك كيما طراكي صافي بليزير سيكني مرة تزرد ان اونترينور اتصفت دمغار اسيني نعلقنا اونترينور ومن بعد يفالا لو تريت ثورا تزر سيدي جون باراي الله يبارك صافي ان كرون بليزير إير مزينا كي ولكن لا يوثن قويت كان إيك خصنا دي ثمورتنا أسقسي أسكو غي مسيو دي جي أس إما لا ديخم الانترفونسيون توت ألور أسكو دي لا فورماسيون إيك خدم بور لي سبورتيف أكينا أذ بازين سورتو سورتو غاف لا ديسيبلين دو مومون كي لا فيولونس تخدم خسار دي ثمورتنا سورتو ذك نورار أسكو أعطيكم صحة أسكو نفكاي سازري واش تاكي من دام لي سيفرين كورا قارنت بلي السبع لا فيولونس كتمورتنا 25% 25% 25% نسبة لا فيولونس سي دو او زونترينور اي او بريزيدون اما راه تافض ان اونترينور على حساب اون ديسيزيون دان اربيتر هذيك الشمده مزوار باش هذي وث الاربيتر نا غان بريزيدون هذي وث ذاش راه تعصب دو لا بار دان سوبورتوري كلاني وساوان انوسون جون وكاع لي مسوالو دونك لا فورماسيون ساعة غزاليس دم قران أكوني عين ربي إن شاء الله وأكوني وفق ربي إن شاء الله إوا كنا تسليم كني فوكس وير نيظان وأنا ارتجميت بلا ما نعطل الحباب سامعين ويكستمو إذن كان إوا كنا نفلو سيريمونا يقيا وقبلايا هذا نسلث إليم ناسيونال باش أنبذوم ثم غرايننا Thank you.
بارك الله شكرا بارك الله فيكم هذه رحمه ربي الشهداء لنا والبركه ان شاء الله كمجادنا فيف لالجيري تحيه الجزائر يعطيكم الصحه بارك الله فيكم الور اون طويل راه في الاوان من دام ثم غير الله يبارك تم قرانت اسكا اصواض ايون مهال بودال دين مزيان من الولايه الفكايس ايوا كنا ديف كام سراي سيفو بلاي سيفو بلاي اسن في كام سراي اي مسيو لو ديريكتور دو لا جوناس دي سبورت لا ولايه بجايه مسيو سعيد مهيدي يمكن نعطيك كم سلاي تفضل ميرسي مسيو سداوي بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اشرف المرسلين مدام مسيو مسيو لو ريكتور مسيو الديريكتور دو ليكول سوبيريور اون سيونس تكنولوجي دي سبور مسيو الديريكتور دو لوبوف مسيو لو ريبريزونتون دي سيرفيس دو سيكوريتي Mesdames et messieurs les enseignants de l'École supérieure de la science et de la technologie du sport, messieurs les inspecteurs et cadres de la DGS, nos amis de la presse, mesdemoiselles et messieurs les stagiaires, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour la clôture du premier stage de formation du premier degré d'éducateur sportif à temps partiel. Je remercie Monsieur le recteur de l'Université de Béjaïa de nous accueillir dans cet auditorium tout le long des quatre stages de regroupement, ainsi que l'écoute attentive qu'il réserve en toute occasion. Je tiens également à remercier de sa présence le directeur de l'École supérieure des sciences et de la technologie du sport, avec qui nous travaillons de concert pour proposer aux stagiaires une formation dans les conditions optimales. Enfin, je tiens à saluer aux trois partenaires qui sont au cœur de cette formation. D'abord, évidemment, les stagiaires qui ont participé à ce stage de formation en dehors de leur scolarité et de leur travail. Ensuite, les enseignants, inspecteurs et cadres de la direction qui ont fait vivre cette formation. Et enfin, le directeur de l'OPOV, et les propriétaires des salles privées. Une pensée particulière est dédiée à M. Ben Athman et Damesh, les deux DGS prédécesseurs décédés au cours de leur fonction et qui sont à l'origine de cette formation. Enfin, Un grand merci à la presse qui a tout au long de l'année témoigné des petits et grands événements de notre secteur. La formation européenne revêt une importance particulière dans notre secteur, point névralgique, la gestion des ressources humaines. La loi 13.05 relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives consacre un chapitre et 31 articles aux activités de formation sportive. Ce qui démontre que la formation est l'une des fondements de la politique sportive nationale, qui est une activité d'intérêt général. Nous accusons un déficit énorme en matière d'encadrement. Il nous appartient de combler ce déficit en matière d'encadrement sportif, en termes qualitatifs et quantitatifs, dans les perspectives d'atteindre les normes contemporaines. À titre d'exemple, nous avons plus de 350 associations sportives ligues et CSA, plus de 500 sections au niveau des ligues. Nous avons un effectif d'athlètes sport, ligue omnisport et ligue spécialisée de 30 767 athlètes avec 11 000, avec 1174 encadreurs.
c'est ce qui représente un chiffre très très faible, un encadreur pour 4 clubs. Pour ce qui est de la formation en elle-même, aujourd'hui nous avons 419 stagiaires, 23 disciplines sportives, avec 4 regroupements, pour un volume horaire de 640 heures. La nouveauté qu'il y a au niveau de cette formation, d'abord je pense qu'on a atteint un temps record de nombre de stagiaires pour le chiffre de 419, et nous avons pu, pour une première du moins au niveau de notre wilaya, avoir des diplômés en premier degré de certaines disciplines telles que l'aérobie, le kickboxing, les échecs, les boules, bodybuilding, escalade des boules. Voilà à peu près la présentation d'aujourd'hui. Pour les mois à venir et les semaines à venir, nous ferons beaucoup de formations. La prochaine formation que nous allons faire, il va y avoir le quatrième symposium national de la médecine du sport, Inch'Allah, ce sera pour le 19 au niveau de l'université Mir Abdelrahman Campus Abu Dhabi. Et juste après ça, nous allons enchaîner aussi certaines formations. Inch'Allah, on va avoir des experts en discipline spécialisée, des experts étrangers qui vont venir, Inch'Allah. On est en train de faire la procédure. C'est pour vous dire que la formation en elle-même revêt une importance très très capitale pour nos secteurs. Merci de votre attention à vous tous. Barakallahu fik, monsieur Mehdi, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bgayet, Rafou Msraï Guia. وقبل اذكر امسري اي يمضبر نور فاز عليا بودال نثمرتنا وكنا ديفك امسيني ناس بغا دينا كان الحاج يديش بدن الاولها ايمي لا كتباس قال لي نكيو كنت مدام بنصار يمر راه تجميل تم قرانت دونك اشكر مدام بنصار سي كو 419 لي زونترينور هي 40% سي دي فام صافي بليزير الله يبارك اكتيف قلبي ان شاء الله تنمير تمقرات دونك نعاون داس كغاصواد اي مسيو لو ديريكتور دو ليكول سوبيريور دي سيونس اي تكنولوجي دي سبور سي سا عدل ابراهيم سي لو بروفيسور عبد الملك محمد سي عبد الملك محمد تفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد رئيس جامعة بجاية عبد الرحمن ميرا السيد مهيدي سعيد ممثل معالي وزارة الشباب والرياضة ومدير شباب الرياضة لبجاية السيدات والسادة إدارات ولاية بجاية السيدات والسادة أساتذة وأعضاء الطاقم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها رشيد حرايق لدال إبراهيم الجزائر العاصمة السيدات والأوانس والسادة المربين الرياضيين لولاية بجاية إذن أنتم ترون في تدخل السابق كنت أقول المتربسين الآن أقول المربين الرياضيين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منذ أقل من سنتين شرعت مدرستنا العليا بشراكة مع مديرية الشباب والرياضة لولاية بجاية في مشروع تكوين 419 متربصا
تم انتقاؤهم من بين 733 مسجلا لهذا التكوين. وبعد تخطيط وتنظيم وإنجاز على الميدان لمحتوى برنامج تعليمي امتاز بالحداثة والتحيين امتد على مدى 640 ساعة موزعة على 60 يوما تكوينيا حضوريا إجباريا مع الأساتذة وما يزيد عن 100 يوم تربصا ميدانيا مع رياضيين من الأصناف الدنيا تحت إشراف مستشارين وإطارات من مديرية الشباب والرياضة لولاية بجاية. فبعد جد وكد الجميع من متربصين وأساتذة وأطقم إدارية لمدرستنا ولمديريتكم للشباب والرياضة بدون نسيان المستشارين التربويين من إطارات الرياضة لبجاية يمكننا القول تمت بحمد الله تعالى وبلغنا نهاية تكوين المربين الرياضيين. فالجميل في النهايات أن تكون بتوفيق وبتفوق. Ne dit-on pas que tout est bien, ce qui finit bien, comme le dit le dicton populaire. والجميل في النهايات أن أغلبها هي بدايات لعهود جديدة لانطلاقات مستقبلية واعدة. والمهم والأهم فيها أنها تحملنا جميعا وتحملكم مسؤوليات جديدة تلقى على عاتق الجميع منا. فبالنسبة للمربين الرياضيين مسؤوليتكم المساهمة الفعالة في تربية النشء أولا، ثم المساهمة في تكوين رياضيين يمثلون أحسن تمثيل مدينة بجاية، مدينة العلم والعلماء، ثم وطنيا وتسخير رياضيين في الفرق الوطنية لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل ورفع راياتها شامخة في المحافل الدولية والعالمية. لقد تم مشروع التكوين هذا بحمد الله، لذا أغتنم الفرصة لتقديم جزيل شكري وامتناني لكل من ساهم من قريب أو من بعيد، وعلى رأسهم السيد مدير شباب الرياضة وإطارات المديرية وأساتذة المدرسة وكذا كل المربين. كما لا يفوتني أن أتقدم بشكر خاص لشخص السيد الوالي وكذلك لشخص السيد رئيس جامعة عبد الرحمن ميرا على استضافتهم لمدرستنا وللمربين الرياضيين وللأساتذة وحسن ضيافتهم وتشريفنا بحضورهم معنا في هذه الأمسية للاحتفال بختام هذه الدورة التكوينية وتخرج أول دفعة للمربين الرياضيين مكونين داخل مدينة بجاية. فشكرا مرة أخرى وجزاكم الله عنا كل خير وكل جزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك بروفيسور عبد الملك محمد لو ديريكتور دو ليكول دو سبور. C'est le directeur de l'école supérieure des sports et technologies des sports, des sciences et technologies du sport d'Ali Ibrahim. Yatik saha, barakallahu fik. Shukran jazil souk. Donc, mla l'adil ana hadith aro karami wa kana rtajbilt. Li tazwara im dbarani gaounan, wiqf kana fous el maouna w ba3ad nadi ghar ina dal naghik sharfen el wilayen fgayt w ana adi ghar islaghmayin dania idiou frarani w tslaghmayin. Hal mda chou di slaghmayin w ta3ad mala. Les entraîneurs, c'est les entraîneurs, les entraîneurs, avec eux. Donc, entre parenthèses, monsieur le directeur de la jeunesse et des sports, William Gate, à qui monsieur le DGS. يو كان ذي كرم يون ورجاز يخدمني بقيت يخدم مازاليت يخدمي بقيت مازاليت تعاوني بقيت ايو قيس نسول اغي عاون اما ذي لجان اما ذي مقران يعني مغاران يبسطح يتعاون ديما
Amasli Krib, Amasli Baid, Wagi le professeur Saïdani Boualem, le responsable ou le recteur de l'université Abdelrahman Miran Bgayez, tout le professeur, et Atik Saha. Et Tsaouen dans tous les domaines. Et tout le Meshkour. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة بلا العزيز دعوة غد ديرونجير مسيو لو ديريكتور دو ليكول دي سبور اديوغا لو بروفيسور سي عبد الملك محمد اروح سي عبد الملك تفضل نديرونجيوك شوية مرحبا بك مسيو لو ديريكتور عسلامة ينك ازدغ راغي سي صوفي بوعلام سي صوفي بوعلام تفضل لهنا مرحبا بك سي صوفي رجال خفاء اخي سلمت اخي سلم سي صوفي بوعلام سي صوفي اس جاري فا فير ان بو دانيماسيون ازرا ما يتسلي كي تملك صحابي الله راديو صمام ازا با كومباري من ميدامك ها سي صوفي سنت قبيلي اما لا داين اني ليا هيا تفضل ازول اس قاس ام قاس سي ديجا با مال Eh bien, ça fait plaisir de vous revoir une seconde fois et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Eh bien, alors sans plus tarder, monsieur docteur Abdelmalek Mohamed va donner un présent pour normalement le... J'ai fait une faute. Pour le Wali de la Wilaya de Bjaya qui sera donné à monsieur Mehdi Saïd. Directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béjaïa. Tekrim, Tekrim Tani, li Seyd Mhidi Saïd, Moudir Shabab ou Riyada. Toujours par monsieur Abdelmalek, professeur Abdelmalek Mohamed. Le troisième tekrim, ça sera à madame Ben Nasser. Madame Ben Nasser Nabila. التكريم سيعطى من طرف السيدة يحيوي لطيفة أسينيونت دو فوليبول Donc vous l'avez vu, elle s'est acharnée sur la formation, sur vous, sur tous les aspects d'organisation et logistique du stage. Ainsi que... Merci. Texaha. Alors sans oublier, le Khafa Ntaha, c'est Mabrouka Taurikht. Mabrouka Taurikht. Un présent qui sera donné par Monsieur Dbichi Mounir, Raïs d'Aert l'Oumam, les Madrasa Al-Oulia, l'Oumam, la technologie de Riyada, les Libérahim. Sid Binay Abdelaziz. Sid Binay Abdelaziz, Bidoun Ta'liq. تعرفوا كامل تبيشي سيد عدنان شفيق عدنان شفيق يسخاونا وي بار مسيو بودا صالح
Bouda Salah, chef de département des stages pratiques au niveau de l'école supérieure en sciences et technologies du sport de Deli Ibrahim. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Pour les diplômes, ils seront donnés juste après la cérémonie. Donc vous restez là, s'il vous plaît, et on aura un dernier mot ensemble. Merci. يعطيك صحة بارك الله فيك شيخ ثامر تمقراتي سي صوفي بوعلام دونك مبرا العظيم انا خدمت بتيت بوز هكايا وكنا نزر مكان لي زيكزيبيسيون عرفت كان كان اللي نادل لنا عرفت نبدو استربعة الكاراتي كاراتي عندها اللي صاتلات لنا الكاراتي عرفت خدمي كان ليكزيبيسيون هكايا انا نتبريباريني وسوني هنا تربع في الكاراتي شوف باش نخدم باش نعل شويه رابيدمون دونك ابري تربع في الكاراتي داكيني من سن تربع في الجودو ومن بعد جيم صحابي الله جيم دانا ندثن يوسوان فوالا داكيني من سن دايا بور فير فيت باش باسكو ساعه بزاف القديش صحابي الكاراتي هذا عدين ومن بعد جودو ومن بعد لا جيم ندثن صحابي جودو مدام بن نصر مدام بن نصر ماذا بك تبريباري صحابي جيم ياك صحابي جودو هذا كيني من سندقيا باش نعدي نو فيرا ميزور هكا جو فو ريميرسي انفينيمون هاكو جاي كل اللي جانا كينا العسلامه عنوان هذا حنا دارس نلقش وسنسرقش صراحه درنا مازال لا توني نظن الله يبارك عاودي نعيش بديما نعرف كش من تسلخوشوا هيا تفضل دونك تربع ثقيني الكاراتي تختار انت مدام بن نصر لو غازن داينا مدام بن نصر ني غازن صحابي جودو الخدمه من داكيا هذا تصب هنا تاكدي انا واقيلا تبريبارين ماذا بكم تصب مر داكي بور فير فيت فوالا صحابي الكاراتي ريو تكنيك تفضل تفضلوا مشكورين سيل فو بليس حابين الكاراتي ونسعى على تصن الوقت هيا تفضل الشيخ الشيخ من فضلك اون با بوكو طون اون با بوكو طون سيل فو بليس بور فير فيت يا دي جون سعنا في ذا روحان بارك الله فيكم سقناسن ثاني مرة قرات
الشاي هاتيك صحة ميرسي تنمير تم قرات صحابي الكاراتي الناس كبيري في الميكرو تنمير تم قرات اعطيكم صحة يتربع تاكي الكاراتين بلا العزيل صحابي جيدو تفضلوا هاتيك صحة شيخ تنمير تم قرات Turtle power. Other. Me back.
نبيت تبقى تعطيكم الصحه.